اهلا بيكم طلابي وطالباتي دفعه ثانويه عامه 2020 2021. النهارده يا جماعه احنا بنبدا انتروداكتوري كورس، كورس تمهيدي اللي بيه بنشرح بيزكس ان انجلش، اساسيات في اللغه الانجليزيه تساعدني في منهج ثالثه ثانوي كويس، تعمل لي ريفريشمنت ابقى اقدر افتكر كل المعلومات اللي عدت والحاجات اللي انا هستخدمها ان شاء الله في المنهج ثالثه ثانوي. مش عايز حد يتخض خالص من النظام الجديد، ان شاء الله النظام الجديد هيبقى في صالحنا، بس عايزك تتابعني كويس جدا لغايه ما تبدا السناتر. احنا قلنا مقدمه عشان ما نريحش. اسمع الفيديو لغايه اخره، في تنبيهات مهمه جدا في نهايه الفيديو لازم تنفذها. يلا بينا نبدا مع بعض الشرح. تعالوا نبدا مع بعض اول زمن هنشرحه النهارده، هو زمن البريزنت سمبل، زمن المضارع البسيط. من اسمه، هو اسمه بريزنت سمبل، مضارع بسيط تكوينه سهل جدا، بس الزمن ده من الازمنه المهمه جدا 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 اللي بيستخدم في الانجليش، بنشوفه كتير، بنحل بيه ترانسليشن، بنحل بيه كومبوزيشن او باراجراف، يعني بيستخدم كتير في الانجليش. فالزمن ده مهم، وكمان بيستخدم في الحياه العامه كتير، لانك لما بتعبر عن وصف، لما بتشرح اي حاجه بتستخدم البريزنت سمبل. في البداية احنا لازم نعرف الفورميشن، تكوين الزمن ده، فورميشن تكوينه، نعرف النيجيشن النفي بتاعه، الكويستشن السؤال، نعرف اليوس استخدامه، بستخدمه لايه الزمن ده، نعرف كمان الكيوردز الكلمات الدالة عليه، المفاتيح بتاعته، يعني اللي بيها لو شفت كلمة من الكلمات دي بعرف ان الزمن اللي هحطه هو present simple. كمان بناخد examples عليه، امثلة عليه. تعالى نبدأ مع بعض كده ونشوف الزمن ده شكله ايه. تكوين الزمن ده الفورميشن، احنا عارفين ان اي فيرب في الانجليش، الفيربس كلها في الانجليش ليها ثلاث اشكال، ليها بريزنت، ليها باست، ليها باست بارتيسيبل. بريزنت، باست، باست بارتيسيبل. فعل زي بلاي هيبقى الباست بتاعه بلايد، باست بارتيسيبل بلايد، مضارع ماضي تصريف ثالث. فيزيت، فيزيتد، فيزيتد. Start, started, started. Finish, finished, finished. Eat, ate, eaten. Drink, drank, drunk. ايه هو بقى الـ present simple؟ هو مكتوب عندنا اصلا فوق، مكتوب present. Present هو التصريف الاول للفعل، الشكل الاول للفعل، يعني الـ basic form. Basic form يا شباب يعني الصيغة الأساسية للفعل، بس بنضيف للفعل S في حالات معينة. خلينا نشوف الحالات دي امتى يتحط للفعل S. طبعا احنا عارفين ان في الانجليش في عندي سبع ضمائر، هو ضمير اي وي ذي يو بنخليهم على جنب لوحدهم، وهي وشي وات الناحيه الثانيه. لما احب اتعامل مع فيرب زي فيرب بلاي، هنا بتبقى بلاي زي ما هي، بس مع هي وشي وات بنضاف للفعل اس. برضو بيلبس للفعل فيزيت، بس هنا بيتحط له اس، فيزيتس. ذي ايت هنا تبقى ايتس، يو درينك هتبقى هنا درينكس. يعني معنى كده ان انا بضيف للفعل اس لو كان هي او شي او ات، او بص انا هكتب ايه، third singular. third singular يعني المفرد الغائب، ضمائر المفرد الغائب. I drink coffee in the morning. انا بشرب قهوة الصبح. I drink coffee in the morning. طب انا بقول I drink، طبعا مش هقول I drinks خالص، دي مش ما ينفعش. I, we, they, you بتاخد الفعل زي ما هو، زي ما مكتوب فوق. طب لو عايز اقول سهى، عايز اقول منى، عايز اقول ابراهيم، عايز اقول علي، يبقى في الحالة دي اقول she drinks coffee، ابراهيم drinks coffee in the morning، وهكذا. اي حد بيحل محل ضمير هي او شي او ات، يبقى الفعل بتاعه بينضاف له اس في البريزنت سمبل. عندي ملاحظات بخصوص اضافه الاس، الاس اللي بتنضاف للفعل مع الفاعل، الفاعل اسمع الكلام كويس، الاس اللي بتنضاف للفعل لو كان الفاعل هي او شي او ات او سماح او اسراء او علي اي حاجه، تمام؟ اول قاعده، اول رول عندي بتقول بنحط اي اس بدل اس لو كان الفعل اخره واحد من الحروف دول، اس اس، اس اتش، سي اتش، اكس او. يعني الطبيعي بقول I pass, I pass my exams، أنا بجتاز امتحاناتي، إنما she passes her exams، هي بتجتاز امتحاناتها. I cross the road, they cross the road، إنما وليد crosses the road، أضفنا ES بدل S. She أو I finish my work early، أنا بخلص شغل بدري، إنما سهى finishes her work early. They catch the bus. They catch the bus. إنما my brother catches the bus. My brother اللي هو he. He go. سو لا مش he go. The I go to work early. أنا بروح الشغل بدري. إنما
The manager goes to work. The manager عشان هو مدير واحد. Goes to work late مثلا. مدير مهمل بقى وكده. I do my work. Exactly. I do my work perfectly. أنا بعمل شغلي بإتقان. برضو my sister does her work perfectly. أختي كمان بتعمل الشغل بتاعها perfectly بإتقان. I relax after I finish a hard task. بعد ما أخلص مهمة صعبة أنا بسترخي. She relaxes. ES. يبقى الأفعال المنتهية بالحروف اللي احنا قلنا عليها SS أو SH أو CH أو X أو O بدل بنحط S بنحط ES مع الفاعل he أو she أو it. بنشوف مثال. He watches television. He watches TV. ES بدل ال S. She crosses the road. هي بتعبر الطريق. عندي ملحوظة تانية. بنضيف للفعل IES بدل من الواي. لو كان قبلها حرف ساكن يبقى إذن لو آخر حرف واي قبل منه حرف ساكن. بص كده على cry آخر حرف واي قبل منه الار حرف ساكن. يعني إيه ساكن؟ يعني مش vowel مش متحرك. الكونستنت letters الحروف الساكنة هي كل حروف الإنجليش ما عدا A E I O U. هنقولهم طبعا وهيعدوا علينا كتير. ممكن تكتبهم في أي حاجة. الحروف المتحركة في اللغة الإنجليزية اللي مش عارفهم يا جماعة هي A E I O U. طيب احنا القاعدة بتاعتنا بتقول لو كان آخر حرف Y قبل منه حرف ساكن يعني مش A ولا E ولا I ولا O ولا U نعمل ايه؟ نقلبها ال I E S. Cry بتبقى cries. Try بتبقى tries. Fly بتبقى flies. Carry carries. كل ده آخر حرف Y مسبوق بساكن. Study بتبقى studies. She studies medicine. هي بتدرس طب. He carries his bag. هو بيشيل الشنطة بتاعته. طب لو كان الآخر حرف Y بس قبل منه vowel حرف متحرك مش حرف ساكن ما بنعملش حاجة بنحط S وخلاص. ومشهورة جدا في كلمة obey يطيع. ما بعملش حاجة بحط الاس بس. الفعل stay يقيم حطناه زي ما هي حطنا S. الفعل play مشهور جدا plays. enjoy بتبقى enjoys. ما غيرناش حاجة ما قلبناش الواي. ليه؟ عشان الواي في كلمة obey قبلها حرف E متحرك. في كلمة stay قبلها حرف E متحرك. في play نفس النظام قبلها ايه؟ في enjoy قبلها حرف O ما بنغيرهاش. He plays the piano. هو بيعزف البيانو. She obeys her mother. هي بتطيع والدتها. موضوع سهل جدا وبسيط جدا. عايزين نخش بقى على الحاجة التانية اللي هي النيجيشن النفي. ازاي بحول البريزنت سيمبل للنفي؟ انا بعمل. عايز اقول لا انا مش بعمل. انا بلعب. لا انا مش بلعب. احنا زي ما اتفقنا قلنا البريزنت سيمبل يا شباب هو verb او verb plus s مع I, we, they, you بنقول play او visit او eat او drink. عايز انفيهم بنفيهم بdo not. I do not play. We do not visit. They do not eat. You do not drink. أو don't الشكل المختصر بتاعها. Don't. You don't visit me. أنت مش بتزورني ليه؟ أنا ممكن كمان بدل do not ممكن أنفيها بنيفر. They never eat sweets. عمرهم ما بياكلوا حلويات. They never eat. They don't eat. طيب بالنسبة لهم شو eat اللي الفعل بتاعها بيكون فيه S. هنا نفينا بdon't. هنا فيها doesn't. Does not. Does not اللي هي الشكل المختصر بتاعها doesn't. بس انت لو قلت does not او doesn't انت لازم تمشي الاس. برافو عليك. ما ينفعش اقول he doesn't plays. ازاي doesn't و don't لازم يجي وراها فعل مصدر. يعني ايه مصدر؟ يعني فعل مجرد من اي اضافات. ما فيهوش لا to ما فيهوش s ما فيهوش ing. They don't play. They don't visit. برضو ممكن تنفي زي ما نفيت مع I, we, و they, you. زي ما نفيت بنيفر ممكن تنفي هنا بنيفر بس رجع بقى الاس. يعني he never plays. افتكر كويس. he never plays بتساوي he doesn't ايه؟ لو قلنا he doesn't يبقى he doesn't play. طب لو he never يبقى he never plays. ماشي؟ معلش احنا بنفكر. يبدو ممكن بالنسبة للناس الكلام ده عارفينه كويس بس معلش مش هنخسر حاجة. افتكر الكلام ده كويس عشان احنا السنة دي مش عايزين نخسر اي حاجة خالص في الانجليش. احنا بناخد كورس انجليش وكورس كويس جدا. فنظبط الدنيا بيه. صح. تعال نعيد الكلام ده تاني كده بسرعة. انت شفته نشوفه مرة تانية. قلنا I, we, و they, you لما تحب تنفيها بتنفيها بdo not. ها اختصار do not ايه؟ don't. ممكن انفي بايه تاني يا شباب؟ انا عايزك تقول معايا. برافو. ممكن ننفي بايه تاني؟ ممكن ننفيها بنيفر. حلو قوي. طب هناك مع he, she, it عايز انفيها. انفيها بdoes not. does not. طب الشكل المختصر does not ايه يا مستر؟ ها doesn't. برافو عليك. بس لو قلت does not او doesn't انت لازم تشيل ايه؟ الاس.
يبقى he doesn't play, he doesn't visit, he doesn't eat. طب لو انا عايز انفي بنيفر زي ما انا فيت بنيفر هناك، حط نيفر بس رجع الاس اللي انت شلتها، he never plays. I don't work in a hospital، انا مش بشتغل في مستشفى. He doesn't eat meat، هو مش بياكل لحمه، او he never eats. لو قلت doesn't يبقى doesn't eat، طب لو قلت never يبقى never eats. He never eats meat. نخش على النقطة اللي بعدها اللي هي الكويستشن، السؤال ازاي تحول جملة في البريزنت سيمبل إلى كويستشن، سؤال. إحنا بنسأل بدو أو بداز، دو أو داز، بتهيألي عرفنا إمتى دو وإمتى داز. الأفعال اللي ما بتاخدش إس، الأفعال، ضمير اللي ما بياخدش إس يتسأل عليه بدو، يعني أي، وي، ذي، يو، بلاي، يبقى لما تسأل تسأل بدو. شي، هي، إت، بلايز، يبقى تسأل بداز. بعد دو أو داز بنجيب السبجكت، الفاعل دو يو، do they, do I, do your parents، تمام؟ ثم الفعل في المصدر. طبعا does مع does، does Rami work، does Mona play، ثم الفعل المصدر، ونحط الكويستشن مارك في الاخر. بص كده للشكل اللي انا هعمله دلوقتي، احنا قلنا I, we, they, you, play, visit, eat, drink. طب انا عايز احولهم لسؤال، يبقى اجيب do في الاول. do I play، do we visit، do they eat، do you drink. اي واحد من اربع ضماير مع اي واحد من اربع افعال مش مهم، انا بقول وخلاص. مع هي وشي وايت، هي بلايز، شي بلايز، ات بلايز، الى اخره. عايز اسال هنسال بداز، بس في الحاله دي هنعمل ايه؟ ها، داز هي بلايز تنفع؟ لا، داز هي بلاي، داز هي بلاي فوتبول ويل، هل هو بيلعب كره قدم كويس. دو يو انجوي ذا بارتي، بسال واحد ضيف جاي لي بقول له هل انت مستمتع بالحفله؟ دو يو انجوي، طب تعرف ترد على السؤال ده؟ هيقول لي ايه لو هو مستمتع؟ هيقول لي يس اي دو، انا مستمتع، او يس اي انجوي ذا بارتي، ايوه انا بستمتع بالحفله، تمام. طب لو نو، نو اي دونت انجوي ذا بارتي، يبقى ما عندوش دم لو قالها بصراحه. نو اي دونت انجوي ذا بارتي، او نو اي دونت. داز يور براذر سبيك لانجويجز، هل اخوك بيتكلم لغات؟ داز يور براذر سبيك لانجويجز، يس هي داز، نو هي دازنت، او يس هي سبيكس لانجويجز. احنا اتكلمنا على استخدام البريزنت سيمبل والنيجيشن، النفي والكويستشن، السؤال. تعال نشوف بعض الافعال تصريفها بيبقى ازاي، شكله ايه في البريزنت سيمبل، زي فيرب تو بي، فيرب تو دو، فيرب تو هاف. لان الافعال دي غريبه شويه، خد بالك الافعال دي اسمها افعال مساعده او هيلبنج او اوكسيلري فيربس، تمام، بس هي ليها دور كمان كفعل اساسي. يعني الفيرب فيرب تو بي كفعل اساسي معناه يكون، دو معناه يفعل، هاف طبعا معانيه بقى كتير قوي، هاف يتناول، هاف يمتلك، هاف يحصل على، هاف اي هاف شاور، باخد حمام، حاجات كتير قوي. تعال نشوف تصريف الافعال دي مع البريزنت سيمبل، المضارع البسيط. مهم قوي 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 الكلام ده، ركز معايا فيه كويس. فيرب تو بي او الفيرب اللي احنا قلنا معناه يكون، طبعا تصريفاته احنا حافظينها من زمان من واحنا في كي جي 1. اي بتاخد ام، وي وذي ويو بياخدوا ار، هي وشي وايت بياخدوا از. اوكي، بقول ام جود ات ماث، انا شاطر في الرياضيات. بقول، بنقول رضوى از ا كليفر ستودنت، رضوى تلميذه شاطره. children are noisy، الاطفال مزعجين. الموضوع سهل وبسيط جدا. طب انا عايز احول البريزنت سيمبل الى النفي، هل بجيب له زي ما جبنا في المضارع البسيط العادي دو او داز؟ لا، ده ما بيتنفيش لا بدو ولا داز، امال ايه؟ بيتنفي بنوت، بس حط نوت وراه وخلاص على كده. يعني اول مثال فوق بيقول ام جود ات ماث، عايز انفيها اقول ام نوت جود، ام نوت جود ات فرنش، ام جود ات ماث، ام نوت جود ات فرنش. رضوى is a clever student، لا رضوى تلميذة شاطرة، يعني رضوى مش تلميذة كسولة، عايز أقولها كده، يبقى رضوى is not a lazy student، is not طبعا بتختصر إلى isn't. Children are noisy، الأطفال مزعجين، بيعملوا ضوضاء، يعني الأطفال مش هاديين، يبقى children are not quiet. كده الـ present simple في حالة الإثبات أو verb to be، سوري، في حالة الإثبات والنفي. نفي إزاي؟ بنحط not بس وراه. طب عايز أحوله لسؤال. السؤال بتاع الـ present simple برضه بسيط جدا، بص أنا هعمل إيه؟ ركز معايا كويس جدا. I am، we they you are، he she it is، كل اللي إحنا هنعمله إن إحنا هنجيب ده كده أهو. يعني حولنا، جبنا am أو is أو are فقبل الـ subject، قبل الفاعل. I'm good at math، إعمل عليها سؤال. I'm good at math، يبقى are you good at math؟ طب جاوب على السؤال، yes إيه؟ yes I am، أو no I'm not، تمام؟ رضوى is a clever student، رضوى تلميذة شاطرة، حولها لسؤال، تبقى سؤال ازاي؟ رضوى is تبقى ايه؟ ها؟ يلا برافو، is رضوى؟ is رضوى؟ اللي احنا كنا زمان بيعلموها لنا في المدرسة، المقص، تمام؟ children are noisy، الأطفال
مزعجين، عايز اعملها سؤال يبقى are children noisy، وما تنساش الكويستشن مارك في علامة الاستفهام في اخر الجملة. دلوقتي هنتكلم في استخدامات هاف او تكوين فيرب. الفيرب هاف في البريزنت سمبل، فيرب هاف في البريزنت سمبل يعني هاف او هاز. طالما بريزنت سمبل هاف هتبقى مع اي وي ذي يو، اي وي ذي يو هاف، هي وشي وات هاز. معانيها كتير بقى هاف، مش يمتلك فقط، لا ركز معايا كويس. ذي هاف ا بريك هنا معناها ذي تيك ا بريك، هم بياخدوا راحه. شي هاز ا ميتنج، she has a meeting هي عندها اجتماع، يعني she attends a meeting هي بتحضر اجتماع، او she holds يعني بتعقد اجتماع. we have a good holiday in Alexandria دي معناها spend طبعا، we have a good holiday يعني we spend a good holiday in Alexandria. my son has a lot of time with his friends، ابني بيقضي يعني برضو معناها spends، my son spends a lot of time with his friends. يبقى الفعل have بيجي بمعنى spend، بيجي بمعنى take، بيجي بمعنى own يمتلك او possess، ليه معاني كتير جدا حسب ما بيظهر في الجملة. طب عايز انفي الفيرب هاف، النفي بتاع فيرب هاف هيبقى شكله ايه؟ بص معايا كده، بص كويس قوي. I, we, they, you have، he, she, it, has. هنفي الاولانية ازاي؟ نزحزح دي شوية ونجيب don't. عايز انفي I have a car، عندي عربية. ما عنديش عربية يا جماعة، بعتها، يبقى اقول I don't have a car. They don't have time. You don't have opportunities، انت ما عندكش فرص، تمام؟ يبقى I, we, they, you don't have. طيب he, she, it بتهيألي بالاستنتاج هتيجي، عشان كده بقول الفهم لذيذ، الفهم حلو جدا. يبقى هي ايه؟ هل هقول هي don't برضه؟ لا يا مستر، هقول هي ايه؟ هي doesn't، بس خد بالك كويس هذا هيبقى شكلها ايه؟ هي doesn't، ها؟ قلنا حولناها من have إلى has، هي doesn't have. اوعى تقول هي doesn't has، ما فيش حاجة اسمها doesn't has. قلنا من شويه ان don't و doesn't لازم الفعل وراهم يكون مصدر infinitive. they have a break، حولها للنفي. they have a break يبقى they don't have a break. she has a meeting، عايز انفي she has a meeting، هي عندها اجتماع. لا هي ما عندهاش اجتماع، الاجتماع اتلغى. يبقى she doesn't، ها doesn't ايه؟ ايوه برافو، doesn't have a meeting، تمام. الكويستشن بتحول فيرب تو هاف، اتعامل معاه كانه بلاي، كانه ورك، كانه ستادي. زي ما تحول افعال دي للسؤال حول هاب بالظبط. يعني هتقول الاول ركز معايا عشان اقول لك انت بتغلط فيها ازاي. هتجيب دو او داز، ها دو لا اي وي ذي يو، داز اتحفظت خلاص بقت راحت على طول عند هي وشي وات، هي وشي وات فاعل ثم الفعل في المصدر. يعني الشكل بتاعي كده اهو، اي وي ذي يو هاف، عايز احولها لسؤال هسال بدو فوق، سوري ننزل دي الاول، نقول دو، دو اي، دو وي، دو ذي، دو يو. طب هي وشي وات هسال بايه؟ برافو بداز، بس خد بالك هل اقول داز هي هاز؟ بص التحويل اللي هيحصل في هاز، داز هي ما تحولتش، لا انا هحولها داز هي هاف. اوعى تقول لي داز هي هاز، ما ينفعش اقول داز هي هاز خالص. دو او داز وراها فعل في المصدر. دي هاف ا بريك، هم عندهم راح، حولها لسؤال. Do they have a break؟ هل هم عندهم راح؟ حطيت question mark خد بالك في آخر الجملة، وسألت بدو عشان خاطر زي. طيب she has a meeting، ها تعرف تحولها لسؤال؟ هسأل بإيه؟ she، يبقى هسأل بإيه؟ بدو ولا does؟ does. does she has ولا does she have؟ does she have. يبقى does she have a meeting؟ هل هي عندها meeting؟ وحطيت question mark في آخر الجملة. موضوع سهل وبسيط جدا بس الناس تركز فيه. فيرب تو دو بقى، الفيرب تو دو ده معناه يفعل، ليه استخدام كفعل اساسي. I do exercise، I do my homework، she does will، هي ادت اداء او بتؤدي اداء جيد. تكوين الفيرب ده في الاثبات عادي جدا، I, we, they, you، ها انا قلت هو do او does. I, we, they, we, you هياخدوا مين؟ ياخدوا do، برافو. يبقى هي وشي وات does. اتعامل معاها كاني بقول I work، she works. I play، she plays. خلاص؟ اي فعل اساسي زيه زي اي فعل. اوكي. They do exercise in the club، هم بيعملوا تمارين في النادي. My sister does her homework in the evening، اختي بتعمل الواجب بتاعها بالليل. ده كده استخدام فيرب تو بي في اول حاله، حاله الاثبات. عايز اعمل نفي، عايز اعمل نيجيشن للبريزنت للفيرب دو. انا قلت لك من شويه اتعامل معاك كما لو قال اي فيرب، لما تنفي انت اي ورك، اي ورك ان هوستل، انا بشتغل في مستشفى، انا فيها ايه؟ اي دونت ورك.
طب she works نفيها she doesn't work خلاص. طب بص كده معايا، احنا قلنا I we و they you do أو work أو play أو finish أو help تمام. he she it does أو works أو helps أو finishes. طب تعالى ننفي الشكل اللي قدام مني I do أو we أو they أو you، بتتنفي ازاي؟ زحزحتها كده ونفينا بدو. يبقى I don't do my work، they don't do well إلى آخره. طب he she it هننفي ب doesn't، بس رجع الفعل المصدر she doesn't do. اوعى تقول لي she doesn't بس، she doesn't exercise ملهاش معنى. they do exercise عايز انفيها، يبقى they don't do، they don't do مش don't بس، don't بس مش هتكفي. they don't do exercise in the club. my sister does her homework عايز انفيها، اوعى تقول لي my sister doesn't her homework، doesn't make sense ده ملوش معنى. هقول my sister doesn't do her homework in the evening، مش بتعمل الواجب بتاعها بالليل. الكويستشن ها تقدر تستنتج الكويستشن زي ما عملنا have، زي ما I work هتسألني ازاي do you work، طب I do do you do، do أو does ثم فاعل ثم do، do دي مالكش دعوة بيها، دي do ده الفعل أصلي ازاي. تعال نبص للشكل اللذيذ ده اللي بيفهم كويس قوي. I we و they و you do he و she و it does. عايز أحول سؤال يا مستر، هات دول هنا أهو، أسأل بدول أول، هجيب هنا do I do، do we do، do they do، do you do. طيب he و she و it اللي بتاخد does هتسأل عليها إيه؟ does، بس حول he و she و it إلى المصدر. تعال نشوف مثال عملي أحسن. they do exercise in the club، هما بيعملوا تمارين في النادي، they do exercise. طب انا عايز اسال اقول هل هم بيقوموا بتمارين في النادي، هتعمل ايه؟ هل هتقول do they exercise؟ لا، هتقول do they do exercise، do they do exercise. هل يقوموا بالتدريبات؟ كلام سهل مش صعب، ما تعقدش الدنيا، خلي الدنيا بسيطه وسهله قوي خلاص. اتعامل معاه اكنها play، قول take يعني فرضاً لو الجمله دي they take exercise، عايز تحولها لسؤال هتقول do they take، نفس النظام هي do هي take. بص المثال الثاني، my sister does her homework in the evening، عايز احول سؤال هقول does your sister do، does your sister do her homework in the evening، هل اختك بتعمل واجبها بالليل؟ يبقى بتعامل معاه كانه فعل اساسي. تركز كويس في الثلاث افعال دول اللي هو verb have، الverb be، الverb do في استخداماتهم. عيد الجزء الخاص بيهم ده، ويا ريت تعيد الفيديو كله تاني لو كان في اي دروب عندك في اي حاجه. خلاص احنا بنقول كل حاجه ما بنسيبش فيها حاجه خالص، ما بنسيبش اي شيء احنا بندرسه، عشان مش هيجي لك القشور، لا ده انت لما تدرس بريزنت سمبل في ثانويه عامه يبقى مطلوب منك كل شيء فيه. اليوس بقى استخدام البريزنت سمبل، اول اليوس اول استخدام ليه لريبيتد اكشن او هابت. ريبيتد اكشن يعني حدث متكرر او هابت عاده، زي اي جيت اب at 6 a.m. every morning، انا بصحى الساعه 6 الساعه 7 كل يوم الصبح. اوكي she drinks coffee at noon، هي بتشرب قهوه الظهر، she drinks coffee at noon. my son trains at the club twice a week، كل دول الجمل دي كلها expresses بتعبر عن repeated action، حدث متكرر او habit. يبقى اول استخدام للpresent simple يا شباب، اول استخدام سوري انا اسف، اول استخدام للpresent simple يا شباب هو repeated action، حدث متكرر او habit عاده. اليوس 2 الاستخدام الثاني، يستخدم to express fact للتعبير عن حقيقه. the earth moves around the sun، دي حقيقه من قديم الازل، الارض بتدور حوالين الشمس. the sun rises in the east، الشمس بتشرق من الشرق. طب انا عايز انفي الجمله دي، الشمس طالما الشمس بتشرق من الشرق يبقى مش بتشرق من الغرب، هقولها ازاي؟ عندك حلين، the sun doesn't rise in the west، doesn't rise in the west لا تشرق من الغرب، او the sun never، never يبقى ايه never يا شباب؟ never rises، very good، the sun never rises in the west، doesn't rise. انا بفكرك بس بالنيجاتيف عشان مش لما نخش على حاجه نكون نسينا اللي قبلها، سهل جدا. يبقى اذا بيعبر عن ايه present simple؟ بيعبر عن الصفحه اللي فاتت كانت repeated action او habit، هنا اهو fact. كمان البريزنت سمبل بيعبر عن استخدام الثالث، بيعبر عن ترو سيتويشن، موقف حقيقي. موقف حقيقي زي I prefer reading fictional novels، انا شخصيا بحب اقرا قصص الخياليه. I prefer reading fictional novels.
ما اقولش I preferred ولا I'm preferring ولا I will prefer. لا, I prefer present simple. لو my brother prefers. I enjoy swimming in the sea. طب عايز انفيها I don't enjoy swimming in the pool. انا مش بستمتع بالسباحة في البول. I enjoy swimming in the sea. My father works for a big company in Cairo. باباي بيشتغل في شركة كبيرة في القاهرة. كل ده true situation, موقف حقيقي. بتكلم على مواقف حقيقية. الاستخدام اللي بعده, لا لسه. Soha doesn't enjoy meeting strangers. Soha, طبيعة شخصيتها كده, لا تستمتع. Doesn't enjoy meeting strangers. الاستخدام اللي بعده هو بيجي على describing, للوصف أو giving opinion. بتصف حاجة زي مثلا the sun is a huge star. تعرفين الشمس نجم مش كوكب بس نجم ضخم. انا بوصفها is a huge star. طب فين الفيرب البريزنت سمبل يا مستر؟ is اهو. ما انا لسه لو واخدين تكوين البريزنت سمبل فيرب to be في البريزنت سمبل. Life in the country is quieter than life in the city. الحياة في المدينة اهدى من الحياة في الحياة في الريف اهدى من الحياة في المدينة. ماشي. بس والله ما عادتش يعني الحياة في الريف اسحم برضو. I think giving opinion يا جماعة لما تقول I think, I believe, I hope, you are right. أتمنى أن أنت تكونها. يعني مع الأفعال think, believe, hope, suppose, suggest. حاجات دي present simple. مضارع بسيط ما تاخدش present continuous ولا أي زمن آخر إلا لو كان لظروف معينة هتتقال برضو بعدين. She believes in magic. هي بتؤمن بالسحر. She believes, مش she is believing ولا she has believed. لا, she believes in magic. استخدام اخر للبريزنت سمبل هو الفيوتشر. بريزنت سمبل يا جماعه بيعبر عن فيوتشر لو كان في تايم تيبل. تايم تيبل يعني جدول مواعيد. اوكي. الطبيعي ان انا بقول ذا بلين تو لندن ويل ليف ات 10 ام تومورو. ده الكلام العادي لما اكلم واحد صاحبي اقول له الطياره بتاعت لندن هتطلع سوف تغادر عشان في تومورو فانا بقول ويل ليف. لا, بس الكلام ده غلط مش صح. طالما ده جدول محدد, طالما ميعاد الطياره ده ثابت مش هيتغير, يبقى اقول the plane to London leaves. leaves دي ايه الزمن ده؟ ده present simple. يبقى استخدام اخر للpresent simple انه بيعبر عن future. امتى يعبر عن future؟ جدول مواعيد لو كان في time table جدول مواعيد. اي حاجه بقى بتخص طيارات, قطوره, اتوبيسات سفر, مواعيد دروس, سينما, مسرح, ماتشات كوره, برامج تلفزيونيه, برامج اخباريه, اي حاجه زي كده بتبقى present simple. اوكي. يعني بنقول كمان طبعا الصيغه الثانيه the plane to London leaves. leaves مش will leave. بنقول كمان my favorite TV program starts. ده صح. starts at 7 حتى لو next week starts. الاختيار ده صح. ما اقولش مثلا will start. مش هينفع will start. the match ends. الماتش هينتهي at 10 p.m. الساعه 10 مساء. ends. مش هقول will end. اوكي. يبقى present simple اللي هو leaves او starts او ends ده بيستخدم for time table لجداول المواعيد. بيعبر عن future وفقا ل time table. اخر استخدام وده مهم جدا 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 وركز معايا لو انت معاك النوت بتكتب في ورق او حاجه زي كده. انا كده كده كل الشرح اللي انا بقوله دلوقتي هتلاقيه في البي دي اف في الديسكريبشن تحت الفيديو. وبعديه هتلاقي فيه شرح اكسرسايز, سوري, في تمارين هتحلها. خلاص. اكسرسايز او اليوز 6. تايم كونجنكشنز يعني روابط زمنيه زي افتر, زي وين, as soon as, before. افتر يعني بعد, وين يعني عندما, as soon as بمجرد ان, before يعني قبل. احنا بنقول كل ده بنتكلم على استخدامات البريزنت سمبل. البريزنت سمبل يا جماعه هيجي بعد الروابط دي بشرط ان يكون قبل الروابط دي فيوتشر. ايه هو الفيوتشر؟ اللي هو ويل والمصدر. كمان هيجي مع تيل وانتيل, بس تيل وانتيل قبلها وونت والمصدر. احفظ الشكل ده خليه قدام عينك. افتر, وين, as soon as, before, تيل انتيل. لو جه قبلهم ويل والمصدر او تيل وانتيل جه قبلها وونت والمصدر يبقى بعدها بريزنت سمبل. اوكي. خلي الشكل ده قدام عينك كويس. ركز كويس. ده من ضمن الحاجات ده موجود عندنا السنه دي ان شاء الله في يونت 2. اوكي. حطيته لك هنا اهو عشان نعرف نحل. افتكر كويس اهو فوق راسي. افتر, وين, واس سون از, وبيفور, وتيل, وانتيل. هجيب بعدها بريزنت لو قبلها ويل والمصدر. بنقول مثال كده صغير. وين هي نقط هيز ورك هي ويل ليف ذا اوفيس. لما يخلص شغله هيسيب المكتب. الناحيه الثانيه هي ويل ليف. خد بالك. ها الاختيارات اللي عندي فينش ويل فينش فينشد فينشز.
بما ان الناحية التانية will والمصدر اهي will والمصدر لو بصيت فوق هتلاقيها جاية قبل after يبقى ناقص عندي ال present simple يبقى finishes. واوعى تختار finish ما تقوليش finish عشان خاطر ده ال present simple، لا ال present مع he وشي وإيد الفعل بينضاف له اس. He won't go to bed. He won't يعني he will not go to bed مش هيروح ينام. He reads all the story يقرا القصة كلها. أنا عايز أقول هو مش هيذهب للفراش. الاختيار هنا بقى على الرابط نفسه. After يعني بعد، until يعني حتى، before يعني قبل، وين عندما. ها he won't go to bed until لن يذهب للفراش until he reads all the story لما يقرا القصة كلها. يبقى until يا شباب جه قبلها هنا won't go، won't go won't والمصدر عشان بعدها present simple مضارع بسيط. ال present simple ليه keywords، كلمات keywords، كلمات دالة. الكلمات دي كلمات اللي هي بتعبر عن او adverbs of frequency، ظروف التكرار، زي usually عادة، sometimes احيانا، sometimes تتكتب كلمة واحدة مش كلمتين، sometimes، always دائما، often غالبا، and rarely نادرا، scarcely برضو بمعنى نادرا، seldom نادرا برضو، frequently مرارا او تكرارا، every day، every week، every month، every year، بس يكونوا كلمتين مش كلمة واحدة، every لوحدها وday لوحدها، لأن لو every day جت كلمة واحدة هيبقى معناها يومي، أو never أبدا. دي الكلمات اللي لما بشوفها بعرف إن الجملة present، present simple. In the morning، in the afternoon، in the evening. تعال نبص للمثال. I usually get up at 6 o'clock. أنا دايما بصحى الساعة 6. أحمد always goes to work late. أحمد دايما بيروح الشغل متأخر. أحمد never goes to work early. أحمد عمره ما بيروح الشغل بدري. My father no longer، كلمة no longer برضو من الكلمات اللي تبع ال present simple. No longer لم يعد. My father no longer smokes. أو my father doesn't smoke any longer. خد بالك من الجملة الأخيرة والقبل الأخيرة مهمين جدا. لو هتقول no longer يبقى my father no longer smokes، لم يعد يدخن. الفعل مثبت. ليه الفعل مثبت؟ لان له no longer نفي، هي لوحدها نافيه. طيب لو شلت no longer وبدلتها باني longer، اولا المكان مختلف. اصحى معايا كويس، احنا مش مجرد في ناس كده حست ان احنا ايه ده هشرح المضارع البسيط ده كلام فاضي. لا مش كلام فاضي خالص، فركز عشان كل الحاجات دي في صميم منهج ثالثة ثانوي. لو هستخدم no longer يبقى no longer لوحدها نافيه الجمله. my father no، عامله زي never يعني، never smokes، no longer smokes، I no longer play، I no longer eat fats، أنا ما عدتش أكل دهون. طب لو شلت no longer ومش عايز أغير المعنى، شيل no longer، هات any longer في آخر الجملة، بس في الفعل، بالطريقة اللي أنا قلت لك عليها في نفي المضارع البسيط. Smokes نفيها doesn't smoke، يبقى my father doesn't smoke any longer. خد بالك كله مبني على بعضه، يعني قبل ما تخلص جزء لازم تكون فاهمه كويس عشان تعرف تفهم تخش على الجزء اللي وراه وتفهم. نوت 1، لاحظ أول حاجة تأتي هذه الظروف الزمنية اللي احنا قلناها من شوية اللي هي دي usually و seldom كلهم ما عدا every، ما عدا in the morning و in the evening. الظروف دي كلها فين بتيجي؟ بتيجي قبل الفعل الأساسي وبعد verb to be، قبل الفعل الأساسي، قبل الفعل الأساسي وبعد verb to be. إزاي؟ he always comes، always get فين؟ قبل comes. he always comes to work late، هو دايما بيجي الشغل متأخر. طب لو كان الفعل verb to be he is always late، يبقى always get بعد is get قبل comes. يبقى القاعدة اللي فوق بتقول الظروف دي بتيجي قبل الفعل الأساسي وقبل verb to be. طب يا مستر انت سايب in the morning و in the evening و every day و every week. دول سهلين، بيجوا في أول الجملة أو في آخر الجملة. every week I visit my uncle، I visit my uncle every week، في أول الكلام أو آخر الكلام. نوت 2، الملحوظة الثانية عندي صحصح كويس. لو بدأت الجملة بسكيرسلي أو ريرلي أو سيلدون أو نو لونجر، بجيب الجملة على هيئة سؤال، أكنك بتحاول سؤال الطريقة اللي أنا علمتها لك من شوية. يعني سكيرسلي أو ريرلي أو سيلدون أو نو لونجر، تجيب وراها دو أو داز، ثم تجيب السبجكت، ثم تجيب الفعل في المصدر. بنقرا مثال كده، هي سكيرسلي كامز تو ورك ليت، نادرا ما بيجي الشغل متأخر. هي سكيرسلي كامز تو ورك ليت. عايز ابدا بسكيرسلي، لو بدات بسكيرسلي اعمل بقى الشكل، اعمل مطلوب فوق منك او الرول اللي فوق دلوقتي، تمام؟ يبقى عشان اقول هي سكيرسلي كامز عايز ابدا بسكيرسلي، سكيرسلي ها دو ولا داز، ده انا بتكلم على هي، يبقى دو ولا داز، يبقى داز.
يبقى scarcely does he come to work late. نادرا ما بيجي الشغل متاخر. هنا مش هنحط question mark في الاخر عشان ده مش سؤال، هي اسمها صيغه سؤال بس ده انا مش بسال بيه. اوكي، وكده يبقى خلصنا البريزنت سمبل تنس زمن المضارع البسيط بكل حاجه فيه خالص. تمام، في مشكله عيد الفيديو تاني، لو في مشكله لسه في حاجه انا شرحتها بسرعه او انت ما استوعبتهاش اكتب لي نوت كده، يا مستر انا مش فاهم كذا كذا، في الكومنتس اللي تحت اشرحها لك تاني او ابسطها لك بطريقه اكتر من كده. اوكي، هنخش دلوقتي على الزمن التاني اللي هو البريزنت كونتينوس ونشوف العلاقه بينهم وبين بعض. زمن البريزنت كونتينوس زمن المضارع المستمر، الزمن ده سهل جدا، هو من معناه كده اسمه بريزنت كونتينوس مضارع مستمر، يعني حدث مستمر في المضارع، حدث بيحدث الان. تمام، هو ده ابسط استخدام ليه، هو بس ليه تعبيرات تانية كتير بس هناخدها سنه سنه. الاول زي ما عملنا لازم نعرف، زي ما عملنا في البريزنت سمبل لازم نعرف كل حاجه خاصه بالزمن ده، الفور فورميشن تكوينه، اليوس استخدامه، نيجيشن النفي، الكويشن السؤال، الكيوردز كلمات الداله، وكمان ندي اكزامبلز عليه، ندي امثله عليه. بس خد بالك ده سهل بسيط جدا جدا جدا، ما عندناش بقى التفريعات اللي احنا اتفرعنا فيها في البريزنت سمبل، لا ده ابسط منه بكتير. البريزنت كونتينوس بيتكون من فيرب تو بي في البريزنت اللي هو ام او از او ار زائد الفعل في اي ان جي، ام از ار. وعلى فكره احنا شرحنا فيرب تو بي في الزمن اللي فات، تمام، شرحنا مين بياخد ام ومين بياخد از ومين بياخد ار، بس كل الزياده هنا ان بعد فيرب تو بي هجيب فعل في اي ان جي عشان يبقى مستمر. اي وي ذي يو ده الضمائر السبعه بتوع الانجلش اللي انا بتعامل بيهم على طول، احنا عارفينها، اي هتاخد ام، وي وذي ويو هياخدوا ار، هي وشي وايت بياخدوا از، ده كده تكوين فيرب تو بي مع الازمنه كلها، والفعل بيبقى اي ان جي. الزمن ده يا جماعه بيعبر عن حدث يقع الان ومستمر في اللحظه ولم ينتهي بعد، حدث لسه شغال. I'm reading a story right now، أنا أقرأ في قصة الآن، right now، يعني بيحددها بالظبط دلوقتي بالظبط أنا عمال أقرأ في قصة. I'm reading ها. My sister is making dinner for us. My sister is making dinner for us. Is making يبقى she's making dinner، she's in the kitchen now. We are studying for our test، إحنا بنذاكر عشان التست بتاعنا. We are studying، what are you doing؟ بتعملوا إيه؟ We are studying for our تيست، احنا بنذاكر عشان التيست بتاعنا. ده تكوين البريزنت سمبل، زمن سهل جدا زي ما قلنا، افتكر كويس. ام از ار فيرب اي ان جي، من غير ام از ار ما يبقاش بريزنت كونتينوس، لازم ام از ار ثم فيرب الجمله في اي ان جي. كمان بيستخدم لوصف حدث يقع الان ومستمر وسوف يستمر يمتد استمراره للمستقبل، زي لما اجي اقول I'm teaching English language، انا بدرس لغه انجليزيه، انا بدرس دلوقتي لغه انجليزيه وهدرس ان شاء الله مش هنبطل يعني. يستخدم المضارع المستمر للتعبير عن خطه مكتمله او ترتيبات سوف تحدث في المستقبل، يبقى ده كمان بيعبر عن الفيوتشر، بس بيعبر عن فيوتشر according to a plan، طبقا لخطه او arrangements ترتيبات، زي لما اجي اقول She is traveling to Paris tomorrow morning. عشان يتقال الجمله دي بالبريزنت كونتينوس She is traveling، هي مسافرة، ده حتى بالعربي بقولها كده، مش هتسافر، لا ده أنا أقول هي مسافرة باريس بكرة الصبح. يبقى she has booked a ticket، هي حاجزة تذكرة، يعني she has prepared everything، جهزت كل شيء وخلاص ده بكرة الصبح هتطلع على طول على المطار. I'm visiting a friend after work، أنا هزور، أنا بيتصلوا بيا في الشغل في البيت بيقول لي هتيجي الساعة كام؟ بقول لهم لا ده أنا هتأخر، أصل هزور واحد صاحبي بعد الشغل. طالما أنا قلت الجملة دي I'm visiting مش I will visit، يبقى معنى كده I arranged with him، انا رتبت معاه، انا قلت له بقول لك يا حسام انا هاجي لك بعد الشغل، اوكي؟ يبقى I'm visiting a friend after work. بان فيه سهل جدا وخدناه برضه في الزمن اللي فات، am و is و are بتتنفي بام و is و are not، بس سهل جدا، ثم الفعل فيه ing. I'm reading a story، عايز احولها نفي، بص انا هعمل ايه؟ زحزحت دي شويه وحطيت نوت، بس. I'm not reading a story right now. My sister is making dinner for us. زحزح كده شوية ونزل نوت. She is not. مفيش بقى لا دو ولا داز ولا الليلة اللي فاتت دي خالص. We are studying for our test. ها؟ هتبقى we are not studying for our test. شفت الدنيا سهلة ولذيذة ازاي؟ الكويستشن السؤال.
هتفتكر الشكل لما اعمل الحركه دي؟ ادي السؤال بتاع البريزنت سمبل. كل الموضوع انك تقدم ام على اي، ار على وي، بدل وي ار وي، بدل دي ار دي. بص للجمله، ام واتشينج فيديو، انا بتفرج على فيديو. حولها لسؤال، قول لي هل انت بتتفرج على فيديو؟ اي ام تبقى ايه في السؤال؟ لما تحول اي هتحولها ليو. طبعا يو ما بتاخدش ام، يو ايه؟ ار. يبقى ار يو واتشينج فيديو؟ ار يو واتشينج فيديو؟ انا بكلم ثانويه عامه، ها؟ طالب ثالثه ثانوي، ركز معايا كويس، لو في مشكله برضو ممكن نوضبها اكتر. ار يو واتشينج فيديو؟ لو عايز تجاوب عليها تقول لي يس اي ام. او نو ام نوت واتشينج فيديو. طب لو عايز اسال باداه استفهام، عايز اقول له انت بتعمل ايه؟ انت بتتفرج على ايه؟ ممكن اقول له وات ار يو دوينج؟ وات ار يو واتشينج ناو؟ انت بتتفرج على ايه دلوقتي؟ وات ار يو دوينج ناو؟ وات ار يو واتشينج؟ بعرف الزمن ده من الكيوردز بتاعته، كلماته الداله ناو، ات ذا مومنت، لوك، ليسن، ات ذا بريزنت، وادي الاسمين. اوكي؟ انسر. دي الكلمات اللي بتدل عليه، اللي لما بشوفها بعرف ان الحدث ده كونتينوس، حدث مستمر في المضارع. ملحوظة مهمة جدا، الزمن ده لا يستخدم مع طبيعة، مع نوع معين من الأفعال اسمه static verbs. إيه هي الستاتيك فيربس؟ هي أفعال الشعور والتفكير والعاطفة والملكية. طب ما بيستخدمش أعمل إيه؟ أستخدم بدل منه present simple، مضارع بسيط. يعني الأفعال دي إيه هي؟ لو عايز تترجم معايا بص كده، هي سي يرى أو يفهم، هير يسمع، سميل يشم، نوتس يلاحظ، realize يدرك، understand يفهم، refuse يرفض، love يحب، I love my family. ما سمعتش حد بيقول I am loving my family. أنا واخد أجازة النهاردة عشان عمال أحب في عيلتي. I hate مثلا intolerance، بكره عدم التسامح أو التشدد. I hate مش I'm hating. She dislikes swimming، هي بتكره السباحة، مش she is disliking، عمالة تكره. بصس لما حد بيمتلك شيء بيقول اي بصس هاوس ان كايرو، انا عندي بيت في القاهره، مش ام بوسيسنج. بيلونج برضو ينتمي او يخص، ثينك يعتقد او يفكر. ار يو اندرستاندينج ذا ليسون؟ يا جماعه انتوا معايا اللي بيتفرج على الفيديو، ها انتوا فاهمين الدرس؟ الصيغه دي صح؟ ار يو اندرستاندينج؟ لا مستر دولا، ما ينفعش يكون مستمر الفعل اندرستاند، ما يجيش مستمر. ما ينفعش اقول له هل انت مستعمل تفهم، عمال تفهم، ده مش اكشن فيرب يا جماعه. نون اكشن فيرب يعني فعل ما فيهوش حركه، مش بيتحرك. يبقى understand sense verb او static verb، فعل احساس او فعل شعور، مش فعل حركه. طيب ايه الصح؟ اقول ايه بداله؟ اقول له do you understand the lesson؟ do you understand؟ يبقى ده present simple صح. do you understand؟ are you understanding؟ غلط. طب الاجابه، في الاجابه بنقول I understand the lesson. ها دي صح ولا غلط؟ دي صح، I understand the lesson. اوعى تقول I'm understanding the lesson، ده مش مظبوط. اوعى تقول I'm believing in magic مثلا. اوعى تقول I'm hoping، I'm suggesting، she is thinking، they are hoping. ما فيش الكلام ده خالص. الافعال اللي احنا قلنا عليها sense verb او static verbs، الافعال دي ما بيجيش continuous، ما بيجيش مستمر، يعني ما بيتحطلهاش am و is و are، ما بيتحطلهاش ing. تمام؟ كده يبقى خلصنا شرح التنسز، الازمنه present simple مع present continuous. عايز الناس تركز، لو ما فهمتش الفيديو عيده تاني، ما تسيبش اي حته وانت مش فاهمها. شرحنا كل حاجه في التنسز بما فيها الكونجنكشنز، الروابط، شرحنا كل حاجه فيه. بعد ما بتخلص الفيديو ان شاء الله بتخش في الديسكريبشن تحت، هتلاقي فيه اول لينك، اللينك ده بي دي اف فيه شرح كل الكلام اللي انا قلته كتابي، عايز تطبعه او تصوره عشان يبقى قدام منك. اوكي، بعد كده بيكون في اكسرسايز تو تيست يور سيلف عشان تختبر بيهم نفسك، تشوف بقى اللي انت فهمته ده تحل عليه، وانا ان شاء الله هنزل لك الاجابات بتاعته على طول. الحاجه الثانيه، هتلاقي كمان في لينك لاونلاين كويز، امتحان هتخش هتمتحن، تفتح اللينك ده تسجل بياناتك، اسمك ومدرستك وتليفوناتك، معلش انت كنت ممكن تكون مسجلها معايا قبل كده، نسجلها تاني ونخش نمتحن. وبعد ما بتخلص بتعرف النتيجة بتاعتك، ايه الجمل اللي انت عملتها صح وايه الجمل اللي انت عملتها غلط، وان شاء الله النتيجة بتاعتك تبقى حلوة جدا ان شاء الله. خلاص، عايز الناس تركز كويس، متخافش من اي حاجة، الدنيا حلوة ولذيذة ان شاء الله. واتمنى للجميع التوفيق. كان معاكم اشرف حلمي انجليش، اشوفكم على خير في اول محاضرة في السنتر ان شاء الله. باي باي.